وللحديث عن تأمين الحدود العراقية من قبل الميليشيات انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائسي. العميد مرحبا بكم. يعني قيس الخزعلي يرغب بأن يقوم الحشد بدور رسمي فعال في تأمين حدود العراق مع سوريا، لكن أليست هذه من مهمات الجيش سيادة العميد؟ حياكم الله في السيد الكريم. أخي بالتأكيد هي من مهمات الجيش، ولكن هذه في الدول التي لها سيادة ولها عقيدة عسكرية اللي تنبع من عندها استراتيجية عسكرية. أما في العراق فنحن نعرف منذ البداية، بداية قرار إنشاء ميليشيا الحشد الشعبي لم يكن نتيجة أكذوبة سيطرة تنظيم دولة على الموصل في 10 يونيو 2014، بل هو قرار متخذ مسبقا ينفذ بعد 3 أيام من سيطرة التنظيم، وهذه السرعة في التشكيل وشمولية جغرافية عمل الميليشيات والصلاحيات الممنوحة إليه وتسليحها وسن القوانين الخاصة به وتخصيص ميزانية مالية خاصة به وتوسيع هيكلتها التنظيمية وتحصينها قانونيا ومذهبيا، جميعها دلائل تشير إلى أن هذا الكائن الهجين المؤطر مؤسساتيا ليس حالة طارئة، بل هو واقع مستديم يتحرك وفق تعبئة خاصة ضمن صفحات متنوعة ومتعددة، غاية التدرج الميليشياوي لفرض السيادة الكاملة. ولذلك ابتدأت هذه الصفحات بالانتصار والتكاثر تسليح وتجهيز، ثم تطورت إلى صفحة السيطرة الأمنية، والآن وبعد ذلك الآن هم يسعون في السيطرة الجغرافية، وهذه السيطرة الجغرافية طبعا فيها محوراً. طيب، المحور الاول هو السيطره الداخليه اللي تم تنفيذها بالسيطره على المدن والمحافظات، والخارجيه التي ما تسعى اليها الميليشيات بالسيطره على الحدود العراقيه مع دول الجوار وخاصه سوريا. طيب سيادة العميد، لماذا يرفض الخزعلي بوجود قوات المارينز الامريكيه على الحدود العراقيه السوريه؟ ما سبب في ذلك؟ اخي الخزعلي والعامري وابو مهدي المهندس، جميع هؤلاء هم ادوات بيد ايران. اليوم هنالك صراع اشتراكاء نستطيع ان نسميه بين ايران وامريكا. امريكا نعم دوله عظمى، لكنها في العراق فقدت السيطره الميدانيه تدريجيا لصالح ايران، لتمكن من توظيف ملفات عديده لايجاد ادوات متعدده. لذلك عندما يصرح في هذا التوقيت الخزعلي هو له لا يمكن الرفض فصله عن الضغوط الامريكيه الاقتصاديه على ايران. اليوم هنالك عقوبات اقتصاديه وايران لديها ملفات متعدده في العراق وسوريا ولبنان وغيرها، لذلك تصريح الخزعلي هو من ضمن هذه الملفات والادوات التي تناور بها ايران تجاه امريكا. لو ناقشنا النتائج سيادة العميد، كيف ترى نتائج نشر الحشد على الحدود السورية عسكريا وأيضا من الناحية الأمنية؟ كيف سيلقي بظلاله على هاتين، يعني العسكري والأمني؟ بالنسبة للنتائج أخي الكريم، نعم، فيما لو تم تنفيذ هذا الشيء أنه السيطرة على الحدود الخارجية بالنسبة للعراق ودول الجوار من قبل الميليشيات، هذا يعني انه سيتم تفويض العراق ميليشياويا داخليا وخارجيا، وايضا سيتم تامين التلاحق الجغرافي الميليشياوي بين العراق وسوريا، وستصبح الميليشيات على حدود الدول العربيه واما السعوديه والاردن. هذه الحاله ستكون ايران هي الجار الفعلي لدول الجوار. اما من الجانب الامريكي فلديها استراتيجيه عسكريه امريكيه حاليه بهذا الخصوص، هي تسعى لمنع انشاء هذا التلاحق الجغرافي وتامين الاتصال الميداني بين الجغرافيا العراقيه والسوريه من خلال اما الاستفزازات والتي قد تتطور مستقبلا لتوجيه ضربات انتقائيه اجهاضيه للميليشيات لمنع تحقيق غايتها. من بغداد مستشار مركز الامه للدراسات والتطوير للشؤون العسكريه والامنيه العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.